واقع السجون يجبر العباد على فتح تحقيق حول الانتهاكات، ومعاناة المعتقلين في سجن العامرية تتفاقم. العبادي يهدد بإجراءات رادعة بحق المعتدين على الممتلكات العامة، والحكيم يحذر من اختطاف سلطة البرلمان. تأجيل جلسات التصويت على إقالة محافظ الديالة يربك الوضع الأمني ويعزز تغول الميليشيات بالمحافظة. غداة دخول الهدنة حيز التنفيذ، قوات الأسد تخرق الهدنة في حلب ومخاوف من انهيارها.